الست وحرف يطلع بره حدايقك. عندك حق. الست الست وكلمه تخرج هتذبحك. طب يا خالد انا فاهم الست الاولانيه والست الاخرانيه دي اللي مش عارفها. بلاش غباوه. طب اعمل ايه؟ اللي مش عارفه هفهمهولك بس حط لي تحتيه خط عشان يا بني ادم. الست تنزل لها الست. يعني ايه؟ الست تجيب مناخيرها ارض الست. ازاي؟ اتجوز عليها واحده ست. اتجوز عليها؟ دور على واحده بمواصفات فتاه احلامك واتجوزها تريحك. انا نفسي اتجوز عليها يا خالد. طيب بس بصراحة أنا نفسي في ست تبقى ست بجد. انسى انسى ما عادش فيه اللي موجود كله تجميع الوكالة وبورسعيد. بتتكلم جد؟ يا أخي نفسي في ست تبقى ست عاطفية. آخرهم مواليد 72 واتجوزوا كلهم ما تدورش مش هتلاقي. نفسي في ست تبقى ست رومانسية. راحوا في 67 الله يرحمهم. تعرف الست يعني لو على الأقل على الأقل يعني تبقى ست ست الرفهيفة. تبقى ايه يا باشمهندس؟ ست الرفهيفة. وما هي الست الرفهيفة؟ انت ما تعرفش الستات الرفهيفيين؟ ولا عمرهم عدوا عليا. انت ما عشتش حياتك. قول لي اللي عشت. الست الرفهيفية اللي هي اللي هي تلاقيها يا خالد دي اباجورة مش واحدة ست دي. يخرب بيت انت عايز الشكل؟ اه سهلة هتلاقيها ماشية عاملة كده. ايه دول؟ الرفهيفة. ايه دول؟ دول؟ اه الرفارف. وظيفتهم ايه؟ تمشي ترفرف عليك يا خالد. انت عارف انا انت مشكلتك ايه؟ ايه؟ انت مريض عندك نقص حنان، خلي مراتك تدلعك. ايه؟ قلت ايه؟ مراتك تدلعك. ايه؟ اوعى تقول كده تاني. انا اسف. انت فكرك دلع حاجة دلع. امال ايه يا عم؟ ده شروع في قتل. يا نهار اسود ومنيل. تعالى احكي لك. احكي لي. مش كل الرجاله بتدلع يوم الخميس؟ اه هي ما عندهاش خميس. ما عندهاش خميس ازاي يا بني ادم؟ عامله عمليه فتح الاربع على الجمعه يا خالد. حول الله يا رب. اكبر ليله دلع في حياه اي راجل ايه؟ ايه؟ مش ليله الدخله؟ احكي لي. قالوا لي ادخل وادبح لها القطه عشان تترعب. دخلت خالد وجبت معايا قطه وقعدت ودبحت القطه. اترعبت؟ لا قعدت. وبعدين؟ كلت القطه يا خالد. ست بشعه بعيد عنك. انت متجوز كلبه بلدي ولا ايه؟ ما انا عايز افهم يعني. خدوني منها ليه؟ يا راجل ده معقوله ده؟ ده مش عارف ايه الصوت ده. مالين انا انا في انتظارك. مالين دي مسخره وقله ادب. ده عيب قوي اللي بيحصل ده. ايه ده؟ يفتحكوا يفتحكوا. ايه انت لازم تعزله من هنا دلوقتي اهو. ليه؟ في ايه؟ بنت عمكم مريم هانم. مالها؟ الهانم راجع سكرانه وكل ما نيجي نستدعي تتنيل تقع. يا نهار عار. يا ريت على كده وبس. يا عار تاني. دي جره وراها 50 شاب ما فيهمش واحد اقرع. يا نهار اسود. يا جميل يا جميل. انتظارك تبقى دي غباوه كده. اسمها انا في انتظارك. في انتظارك يا ماما عشان ما نبهدلكيش معانا. اوعى تبوظ الفن. الا ديت انا من انتظارك ملي. لا ما بدهاش. ما بدهاش بقى العقاب. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. ممكن ادوق من طبقك؟ اتفضل. في انتظارك. ممكن اتفضل. في انتظارك. لا هنا احلى. انا عندي ناقص ملح. يبقى في انتظارك. في انتظارك. انا في من انتظارك مليت ناري في ضلوعي وحطيت حطيت حطيت. وانا مش عرفني حطيتي ايه السعاده انت؟ مش عرفني انا. حطيت ايدي على 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 انت يا فجره. على اي حته وعديت. الحمد لله ظلمنا البنت. على اي حتة عادي بقى. اتكلم جد. على اي حتة؟ اه عادي عادي الحمد لله. يا شفت يا ريتني يا عمري ما شميت.
احلى حاجه فيكي حفظك للكلمات بصراحه يعني. لا ما شاء الله البنت بتسمع. اه بتفكرني بزمن الفن العظيم. ما شاء الله. تعرف يا خالد؟ بترجعني لايام زمان. زمان ايام الناس اللي كانت بتكتب وتقول. فاكر يا ياسر؟ ايه فاكر ايام احمد رامي، يا رياض السنباطي، كوفي عنان. البلد مش هتجيب رقاق زيك يا كوفي. الله مسيه بالخير. لا يا كوفي ده ما يتعوضش يا خالد. الله مسيه بالخير بقى. ولا ام كلثوم، كبرياء، العزه، كرامه، الشموخ. فاكر رياض كانت تضرب المنديل من دول تقف على المسرح وفي شموخ تقول على دول يما يما على دول؟ ايام. فين ايام ست الكل؟ زمان. بتغني لمين يا بنت عمي؟ فارس احلامي اللي هيخطفني على الحمار الابيض. ايه ده ايه ده؟ انت سكرانه؟ انا سكرانه؟ امال بتتطوحي كده ليه انت؟ مش شم. انت بشم هيروين؟ لا 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 بشم بنزين. 80 ولا 90 يا فجره؟ 90. نضيف زي القش، تضربي اس كلها يا بنت ليلى. خالد. نعم. انت بشم بنزين؟ اه. خليها تفول بعيد، ما تفولش في وشي. ده احدث كيف يهن الدماغ ومس ان هو رخيص ومتوفر. انا اروح محطه البنزين وادي مناخيري للراجل واقول له فول 90، يقوم دبب الخرطوم في مناخيري واسحب. انا بقى اروح الاس اول ما يشوفوني داخله بتطوح، امسك يالا شمامه هروين، خارجه على القانون، ياخدوا عينه من دمي ما يلاقوش فيها هروين، اخرج واحدفهم بالطوب. صلاه النبي، بتحدف الحكومه بالطوب؟ بيعرف العيله. ليه؟ بتقول لك بتعمل دماغ بالبنزين. دي مصيبه سودة. قال يعني البنزين بيعمل الدماغ اللي على حق؟ هو في حاجه تانية؟ فين ياض ايام الدماغ اللي على حق؟ إيه؟ فاكر ايام زمان؟ إيه؟ مش عارفه مصلحتها فين؟ واحنا في سنك يا قطه كنا بنضرب زبل حمام الغيظ الصح. 35 شاب تحت الغيه ويا زبل الحمام يا مطلع عليه ريش. زمان. ايه ده؟ مالك يا اس؟ انا مش مرتاح لكم. ليه؟ انت بنزين وهو زبل حمام، ده انتوا عيله زباله بصراحه. جاتكم القرف. احكي لي، فرحيني يا خلف الحبايب. لما التانك يفضى ومؤشر دماغ يجي على الزيرو. اه تجري على محطه البنزين تفولي 90. لا اجري على بتاع البويات. وتعملي ايه عند بتاع البويات؟ اشم كله. كله؟ كله يا بنت الملزقه؟ تعمل ايه كله دي؟ دماغ عاليه قوي واذا ما لقيتش كله شم غيرها. غيرها؟ واجري على الاسم، امسك يالا شمامه هروين، خارجه على القانون، ياخدوا عينه من دمي ما يلاقوش فيها هروين، عشان خاطري اضطروا يدخلوا البنزين وكله في المخدرات، وابتدوا يقبضوا على اللي بيشموه. الحمد لله، قفلوا عليكي كل حاجه، تعملي دماغ بايه تاني؟ بالكريم. كريم ايه؟ الكريم بتاع البشره. هو ده يعمل ايه ده؟ دماغ عاليه قوي. دماغ عالية؟ اه. ده انا على كده واكل مصر يا بنت. ومس ان هو في نفس الوقت ملين. يا مسهل. النهارده الصبح شريت علبة كريم وقمت حطاها في نص رغيف واكلاها. سندوتش كريم؟ وطلعت على الاسم وانا فلة، أول ما شافوني داخلة بتطوح قالوا لي بس حطينا كله والبنزين في المخدرات، قبض عليا وخدوا عينة من دمي مالوش فيها ولا بنزين ولا كله. لقوا كريم؟ لا لسه ما اكتشفوهوش. طب وفريدي اكتشفوه؟ هتلاقي ألف حاجة وحاجة تعمل بيها دماغ، صراصير، نمل. هو أنت بتعملي كده ليه؟ بكيف نفسي. يعني إيه بتكيفي نفسك؟ يعني بروق العمة. إيه؟ بتروقي العمة؟ اه. طب اندهيني يا مريم، ما انا بروق الشقة كل يوم، يعني جت على العمة بتاعتي؟ يا ابني انت عبيط. ايه؟ بسلطن لانفخ. لا انت اللي عبيطة. ليه؟ بتروحي الاسم ليه؟ عشان اغيظهم، بغيظ القانون واستفزه، انا كده، ما احبش حاجة تقيد حركتي، احب اعيش حرة مفلوتة ماليش كاسر. وتغيظ القانون ليه؟ القانون ده بينظم حركات الحياة يعني. حركات الحياة ايه؟ انا حرة في الحركات اللي اعملها، اتحرك كده، اتحرك كده، اتحرك. إيه؟ الكريم صيح الحركات على بعضها. يبقى ده كريم لوسي ده. يا بنت انا ما اقصدش الحركات ديت، انا اقصد ان القانون بينظم الحركات الوضعيه. اولا الدكتور اللي بينظم الحركات الوضعيه. يخرب بيتك انت عامله كده ليه؟ اسكت، مش انا النهارده الصدت زين. طب فرحيني بقى، الصدت ايه؟ وز، بط، سمك، عصافير؟ لا لا لا، الصدت شبان. ايه؟ الصدت شبان ازاي؟ كده يا ولا كده. يا ولا كده؟ اه. انت هتموتيني. ليه؟ تعملي بيهم ايه الشبان دول؟ لا ما تكسفنيش بقى يا اسم. خد هنا انطقي، تعملي بيهم ايه؟ بعمل بيهم دماغ. بتشميهم؟ حد يشم؟ لا 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 لا، لا. إيه؟ بعمل بيهم دماغ كلام. وكلام يعمل دماغ؟ اه طبعا. ازاي؟ انا بدور فيهم على فارس احلامي، انا عايز اعيش، نفسي اعمل كل اللي نفسي فيه. انا صحيح بشم كله وغيره وباكل كريم بس صاحيه النفس. بس اللي بتعمليه ده غلط. ما انا عارفه انه غلط. طب بتعمليه ليه؟ قله ادب.
وايه لازمته يبقى شكل قليل الادب قدام الناس؟ عشان بحب الغلط. حد يحب الغلط؟ يعني هو اللي بيشرب سجاير مش عارف انها غلط؟ اه. طب واللي بيسرق مش عارف انه غلط؟ اه طبعا. طب اللي بيعتدي بقى على حريات الناس ويلجم لسانتهم ويشردهم ويطردهم من بلادهم مش غلط؟ اكبر غلط. بس انت الوحيدة اللي فاكراه صح. بس هو غلط. انا اتحداك يا مريم. الغلط والصح ده وجهات نظر. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة صح 100% ومفيش حاجة غلط 100%. هو انتوا كلكم فاكريني ذكي قوي كده؟ ما تفسروا الكلام. عندك احنا اهو كلنا اولاد عم. بس كلهم ضاربين وكل تصرفاتهم غلط. لكن عشان هما بقى متداريين ومن تحت لتحت باينين صح. انما انا بعمل غلط لان وجهة نظرهم ببجاحة. يبقى مين فينا الاقوى؟ ايه؟ خلاص سك على الموضوع. ده انت مخولتيني خالص. تلعب كوتشينه؟ نلعب ورناش حاجه. تلعب 31 ولا شلح؟ ايه؟ تلعب 31 ولا شلح؟ لا شلح. طب يلا. ايه؟ هو انت ما تقوليش لا ابدا. لا لا. هو في ايه؟ احنا هنا في الصاله. انا بهزر معاك. هنلعب الثلاث ورقات. طلع البيت يا اسف. البيت ديت؟ لا استنى علق الاول. علق ايه يا حسره؟ ده ما معيش تعريفه. ليه والساعه اللي في ايدك دي؟ لا ايه؟ الا الساعه. ليه؟ ده انا معلق بيها ايدي الشمال. لا بتلخبط بينهم يا مريم. ايه ده؟ لا معلش معلش. يلا نلعب بقى. نلعب حاجه محترمه. ما دي محترمه. يعني تاخدي حاجات وتقولي لي محترمه؟ تعالي بس. ايه؟ اقول لك. ايه؟ تيجي نلعب فوازير؟ ماشي. طب تعالي. هقول لك فزوره. ها. قولي لي. ها. اسم دوله اوروبيه. اه. لو حطيتي على اخرها نقطه تبقى اسم عالم ذرة. ايه؟ لا غلوب حماري يا بنت. فكري كويس. اسم دولة اوروبية لو حطيت عليها نقطة تبقى اسم عالم ذرة. غلوب حماري. قطر لو حطيت عليها نقطة هتبقى قطز. 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 هو قطز اسم عالم ذرة؟ يعني هي قطر دولة اوروبية؟ نلعب بقى شويه. انا فزوره. يلا بينا نلعب. يلا هوب. 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 بقول لك ايه؟ تخلف. بقول لك ايه؟ ايه رايك في هبلي؟ شفتي اهبل مني؟ لا طبعا ما شفتش. لعلمك يا مريم انا عمري ما جبت السيرة لحد اني اهبل. ليه يا اسم؟ تواضع. تواضع ايه يا ابني؟ صدقيني ولا باين هبلي قدام حد. اتعامل على اني انسان عادي جدا. قمة التواضع. طب انا مش عايز العب اللعبة دي تاني. ليه؟ ليه ازاي؟ مش عايز العبها. ممكن اقولك فزورة؟ لا تحت امرك. عادي وديع؟ طيب بص. عندنا حمار وأرنب وماعز محبوسين في أوضة، يخرجوا منها إزاي؟ ده سؤال صعب. حمار وأرنب وماعز محبوسين في أوضة؟ مريم. ها. الأوضة ديت ليها باب؟ ليها باب. يبقى سؤال صعب. طب الباب ده مفتوح؟ مفتوح. ده صعب جدا كده. طب أنا رأيي يخرجوا من الباب عادي. ما هو ده بالظبط كان رأي الحمار. حلوة قوي. أنا بيتك. خمتيني. يلا نلعب بقى شوية. نلعب إيه؟ يلا بينا نلعب. يلا هوب. يلا بينا نلعب. يلا هوب. يلا بينا نلعب. يلا هوب. تخلف ده. بقول لك إيه؟ بقول لك إيه؟ إيه؟ إيه رأيك في عبطي؟ شفتي اعبط مني؟ لا طبعا. هتشوف فين؟ طب والله يا مريم ما جبت سيره لحد ان عبيط. ايوه مفهوم يا اسم. تواضع منك. لا بخاف من الحسد. حسد ايه؟ ده لو حد عرف ان عبيط امسك الخشب على طول. تعال. لا انا مش عايز العب. ليه؟ ليه ازاي مش عايز العب؟ ليه؟ ايه اللي ضرك؟ بقول لك ايه؟ كرسي في وشك. تعالي بس. مش عايز العب. يا بنت تعالي نلعب شويه. لا. طب مش عايزه العب؟ عايزه ايه طيب؟ مش عارفه. انا مش عايزه. انا عايزه امشي. يخص عليك يا مريم. يخص عليكي. عليكي. لا لا يخص عليكي. لا يخص عليكي ازاي؟ لا يخص 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 عليكي فعلا. لا ما بحبش كده. تمشي ازاي؟ معلش. طب نلعب فوازير. بلاش لعب. طيب قول. تعالي. طيب قول. تعالي. طيب ايه مريم؟ ايه؟ لا فكي نفسك. ما انا فك. ايه مريم؟ ايه عصبيه انت خالص.
لا خليكي يعني عادي. حاضر. لا فكي فكي يلا. خليكي سري لك يعني ما تبقيش. ايه افتكرت اديك شفت الهبل وشفت العبط اوريك التخلف. لا لا خطار التخلف كويس. لا 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 والله لا هتندبي. لا دي فرصة. لا راسك هتبقى تحت ورجليكي فوق. والله هتندبي. استغل فرصة ان انا منفعل. في ايه يا مريم؟ مالك؟ قرف. انا قرف؟ ده انت كلك قرف. ازاي جه منين القرف؟ منين؟ طب تعالى خلصنا اجل التخلف يا ستي. بلاش تخلف. انا مش عايز ازعلك والله. طيب تعالى هقول لك فزوره. طيب طب اقعدش. حاضر سيب ايدي. طب اقعدشي. ما انا هقعد. طب اقعدشي. هقعدش ازاي وانت ماسك ايدي؟ سيبني. لا ما سيبكيش. ليه؟ شكلك هيفلت. لا مش هفلت. لا ما بحبش اللي يفلت مني. بقولك ايه؟ اقعدشي. انت جاي بيديني صورني بس معايا. سيبني يا مريم. اقعدشي يا ابني. هقصفني بقى. ابوس ايدك. طب اسيبك وما تفلتيش. مش هفلت. وعد. وعد. طيب ايه؟ هو انا فرخة بتحلق عليا كده ليه؟ ما تحلقش عليا خلاص. اقعدش. اهو اهو. بيتك 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 بيتك. بيتك بيتك بيتك. اقول لك فزورة بقى؟ اتفضل. بقول لك ايه؟ لو عندك شوية نمل في الشقة تموتيهم ازاي؟ ارش. يخرب بيتك. ده انت مقرفة قوي. مرة من نفسنا. ده انت حرينة. ما بيموتش بالرش. اتفضل. اقول لك انا. ها. تجيبي شويه سكر وشويه نشوق وعشر بلاطات رخام. النمل هيجي عند السكر عشان ياكله هيشم النشوق هيعطس هيخبط راسه في الرخام هيموت على طول. حلوه حلوه. بس انا مش عايزه العب معاك تاني. ليه؟ ليه ايه؟ ابعد. تعالي هنا ما تفلتيش يا هبله. يا اولاد عمي. يا اولاد عمي يا رمم. فينكم يا شحاتين؟ محدش بيرد عليا ليه؟ الو؟ الو الو الو. ايوه مين معايا؟ الو. ايوه الو. ايوه الو. الو 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 الو. يوه يبقى الشبكه وقعت تاني. مين معايا؟ يا هند سامعاني كده؟ مين مين؟ انا الوكيل يا هند. اهلا ازيك يا وكيل؟ انت ايه حكايتك يا هند؟ كل ما اطلبك تقولي لي بره الخدمه بره الخدمه. انت طلعتي على المعاش. وحشتني وحشني خفه دمك. انت فين؟ قولي لي في حد من الديانه سال عليا؟ لا ما حد سال عليك. ولا واقفين لي تحت البيت؟ انا جاي من بره ما فيش حد. ما انت مدهوله وممكن تسوحيني. انا هتصرف واجي. طب يلا تعالى بسرعه عايزاك. يا اولاد عمي يا رمم يا شحاتين بليز تعالوا. انتوا فين؟ اهبل وسهلا. اهبل وعظيم. الاثنين. ميرسي يا هند ميرسي. فين مريم هانم؟ ازيك يا هند؟ ازيك يا حبيبتي خالد بيه؟ مساء الخير مدام كرات الدم الحمراء. اهلا وسهلا. تعالى اما احكي لكم. امورينا. مش انا انتهزت فرصه ان النهارده الحد. أي. قلت اروح سوق الخميس. اللي بيفتح يوم الجمعه يمهل ولا يهمل. اللي بيبيع الخرده. انا بموت في شراء الخرده. انا ناوي ادخل موسوعه جانس. هي كل شويه تقول لك عايزه تدخل الموسوعه. لو دخلتها تضيق. ايه هتدخلها في التخلف العقلي ان شاء الله. ترى يا اولاد عمي يا شحاتين اتفرجوا واحكموا. وريه. يا فتحي يا عيد تعالى فرجهم وغيظهم العيال دول. وريهم يا ابني الجدع يقول لي ده ايه؟ ايه ده؟ اول كرسي اعدام في التاريخ. نهار اسود وبيشتغل ده هند؟ جربته قبل ما اجي. عدمت صاحب المحل. هند هند. ايه؟ ممكن اقعد ست السيد عليه مره؟ من عينيا. ده انت تؤمر. كتر خيرك يا هند. جايبه الخرده دي 50,000 جنيه بس. يخرب إيه بيتك. فلوسي وانا حره فيها. احنا معناش جنيه واحد. احنا اولاد عم. انا خدت منكم حاجه. اتفرجوا على التحفه الثانيه. هتقولوا ايه؟ تعالى يا فتحي اتحرك وغزه. الله اكبر الله اكبر. دفعت فيها كل فلوسي. ايه دي؟ الجدع يقول لي دي ايه؟ دي ترومبه بنزين؟ غلط. قول يا خالد. مكعب مرق الدجاج ماجي بس كبير شويه. ممكن يا ريتني ما سالتك. اسال الناصح بتاع البيت. قول يا قاسم دي ايه؟ انا؟ دي ايه؟ عرفتها؟ دي ميداليه. يا ريتني ما سالتك. دي ميداليه؟ امال دي ايه؟ دي كاميرا. محدش هيصدقك. امال مصدق انها ميداليه؟ طبعا. دي اول كاميرا في التاريخ. يا سلام. بتطلع الصور ابيض واسود. يا نهار اسود. صورنا صورنا. دي كام دي؟ صورنا قلت لك بنص مليون جنيه. بنص
نص مليون جنيه دفعت فيها كل الفلوس. انا جبت لك خرده احسن. بجد؟ والله خرده هتعجبك قوي. بس انا هايله بجد بفهم في المقتنيات يا ابني. طيب اتفضل يا ترى قولي دي ايه؟ دي ولاعه ذكيه ذكيه يا سلام. والولاعه بتعمل ايه؟ بتولع. برافو عليكي اهي دي بقى ما بتولعش. شفت القيمه الغذائيه؟ ايه ده قالي اللي ما بتولعش دي ورخيصه هند. بكام؟ بنص مليون. ما سمعتش. طب بنص جنيه. بتقلصوا على المقتنيات. المقتنيات دي كنوز لا تقدر بمال. بكره لما ادخل موسوعه جانس خد الثانويه بقى وتعالي كلميني وبقاول خردجيه وشك في الحيط وافاكليه جرايه يا ولاد عمي يا شحاتين متغاظين عشان انا معايا فلوس. جت كنيل على ولاد العم. ايه ايه ده؟ ايه الخرده دي؟ مش بتوعك؟ لا والله انا ما اشتريت حاجه. انتوا كنتوا لوحديكوا كده؟ فين السنة دي؟ ايه دول؟ بص وراك. ابص ورايا ليه؟ بص بس عشان تزوغ يا جبان. جد بص 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 كده. اللهم احفظنا اللهم احفظنا من كل سوء. مين دول؟ دول الموت علينا حق يا اخي.